هذا اليوم في منطقة العباسية قرية المحبوش. هذه المنطقة حاليا تم إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا. هذا اليوم المنطقة محجورة ويبلغ عدد العوائل فيها 70 عائلة. نقوم هذا اليوم بتوزيع المساعدات الإغاثية والصحية على هذه العوائل بحضور السيد مدير ناحية دجلة الأستاذ برهان. حقيقة تم تلبية النداء وإغاثة هذه العوائل وتوفير السلات الصحية بعدد 70 سلة غذائية و70 سلة صحية. نعم، هذه هي الوجبة الأولى إلى هذه العوائل لغرض الاستمرار بتوزيع المساعدات عليهم وتوزيع وجبات الإفطار السريعة إلى هذه العوائل.